السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مرهان من اس بي ماركت. النهارده السيشن بالنسبة لي مهمة، لأن احنا هنبدأ نتكلم على السلوك السعري. الطلب مني قبل كده، فهنبدأ يعني نوظف الموضوع ده مع الفرص الشرعية اللي ممكن نتكلم عليها. أكد عليا إن الصوت تمام، الشير سكرين تمام، كل حاجة تمام. وهستنى دقيقتين تلاتة لحد ما يجمع. تمام، طيب اللي انا هعمله في السيشن. اهلا بيك يا استاذ مروه. اللي انا هعمله في السيشن النهارده، الاخبار النهارده بيانات سوق العمل الامريكي هنتكلم عليها. تمام، هتكلم على الاخبار الموجوده الاسبوع الجاي، وهتكلم على الفرص. وفي على فكره هرمون كتير، في هرمون كتير على الاسواق برضه هتكلم عليها. طيب هل الهرمون دي مكمله ولا لا؟ برضه هتكلم عليها. ماشي، خلوني استنى صديقي اداني كده. لو حد عنده سؤال في اللي حصل النهارده في السوق مش فاهمه، يبدأ يكتب وهرد عليه. خلينا كده نبص على الدولار الامريكي اليو اس اليو اس دي. طيب في حاجة مميزة بس عايزة أقول لكم عليها، اختلاف المنصات. اختلاف المنصات من الحاجات المهمة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو جيت بصيت على منصات تانية غير اي بي ماركتس، هتلاقي إن الدولار الأمريكي اللي بيعمله اللي هو مستويات قياسية، لكن هو أصلا مستويات تاريخية، يعني كان راح لها قبل كده. أنا من الناس اللي بتعامل أصلا مع منصة اي بي ماركتس أساسا، مش عشان انا بدي فيها السيشن دلوقتي، بس فعلا كل الداتا عندها. ده عيوب منصه، مش عيب بشكل، لكن من الافضل ان انت تتعامل مع منصه تحليلاتك وحاجتك الاساسيه بالنسبه لك تبقى فيها كل الداتا. تمام، يعني انت لو بصيت على شركات تانية ممكن ما تلاقيش ده، ممكن ما تلاقيش الاسعار دي. فتفتكر ان الدولار الامريكي بيعمل اسعار قياسيه، لكن هو في الحقيقه هو بيعمل اسعار تاريخيه عادي خالص. يعني دي اسعار كان وصل لها قبل كده في 2001 و2002 و2000، يعني بنتكلم من 20 و21 سنه. اليورو نفس الكلام. تمام، فما تفكروش ان دي الاسعار اللي انتم شايفينها حاليا دي اسعار قياسيه ما اتعملتش قبل كده، لا هي اتعملت قبل كده عادي. طيب خلينا نبدأ بقى على طول كده. أهو إيه اللي حصل النهاردة؟ إيه؟ اللي حصل النهاردة بيانات سوق العمل الأمريكي 308 في حد ذاته إيجابي. ليه؟ مع إنه القراية متراجعة عن الشهر اللي فات، لكن ال 300 مع بيانات توظيف الأمريكي، ومش أي 300، يعني مش 300 في الموضوع، لكن في الوضع اللي احنا فيه، في الوضع الحالي مع سياسات التشديد، مع التضخم بدأ يتراجع، بس عندك فايدة عالية ولسه عندك توظيف كويس في رينج ال 300، فدي حاجة كويسة. بس هو في تراجع. تمام، بس لو كان جه كده من غير متوسط أجور يقل وبطالة تزيد، كان الخبر هيكون إيجابي على الدولار الأمريكي. لكن اللي حصل إن ال 308، يعني اللي هو كان المفروض يبقى إيجابي، لكن بطالة تزيد 2%، وكمان أجور يقل مش 1%. أنت مش بتشوف من المتوقع، أنت بتشوف من القراية اللي فاتت، بتشوف من القراية اللي فاتت هي الفعلية بالنسبة لك. فالفعلية كانت 0.5%، دلوقتي 3%، يعني قلت 2%. متوسط الأجور ده شهري، يعني الناس أو المستثمرين أو قطاع سوق العمل بدأ يقلل في المرتبات، يقلل في متوسط الأجور، وده رقم لا يعني 2%، ده كبير مش قليل. وكمان عندك البطالة مش تزيد 1%، لا ده زادت 2%. انت لو فضلت على المعدل ده في رفع الفايدة كده، يبقى انت هتوصل لأربعة وشوية تاني بطالة.
هو بس هي الفكره في ان انا اتسالت على التليجرام وقلت لكم بالرغم ان الخبر كده سلبي على الدولار الامريكي، لكن انا مستنيه برضه صعود. استني اجيب الشورت كله. بصوا اصلا هو كده خد السلبيه بتاعه. الصعود ده من ايه؟ لان الفيدرالي او جيروم باول في تصريحاته، عشان برضه تبقوا فاهمين، جيروم باول في تصريحاته يعني ضحى بقطاع سوق العمل، تمام؟ يعني هو ما عندوش مشكله ان يلاقي تراجع في بيانات سوق العمل، ما عندوش مشكله يلاقي تراجع في الناتج الاجمالي المحلي، يلاقي تراجع في مبيعات التجزئه، يلاقي تراجع في كل ده. هو عامل فوكس على ايه دلوقتي؟ على التضخم، ان يكون في تراجع للتضخم. يعمل انحصار. الفكره في ايه؟ هو مش عايز يكون رفع 75 نقطه اساس، تمام؟ مش عايز يكون رفع 75 نقطة أساس وبعد كده يجي يقلل ويلاقي إن التضخم بيزيد فيرجع تاني يزود. لا، هو عايز يتأكد خالص إن فعلا التضخم بقى فيها تراجع ويبدأ يتراجع في سلسلة التشديد. عشان كده الخبر سلبي لكن هيبقى سلبية مؤقتة. الخبر بتاع النهارده سلبي لكن سلبية مؤقتة، وده بدليل إيه؟ بدليل اللي إحنا بقى هنتكلم فيه النهارده، بدليل شمعة المنصب دي. طبعا بصوا ده سلوك سعري هتكلم برضه فيه، بس لما انت دي قاعدة مش بس عشان الدولار الأمريكي، لما يبقى فيه لخبطة، تمام، أو يبقى فيه واحد قوي وبعدين التاني برضه يبقى قوي. يعني مين اللي كان قوي هنا؟ البياع. تاني شهر مين اللي كان قوي؟ المشتري. ليك بالأكشن الأخير، دي قلتها كتير، دايما ليك بالأكشن الأخير. الأكشن الأخير مين اللي كان مسيطر؟ هو المشتري. يبقى انا خليني في صف المشتري عشان هو ده الاكشن اللي حصل. ده طبعا تبص عليها على الفورمات الكليه هتكلم فيها، تمام؟ فدي قرايه النهارده. يعني سايد واي هيكمل، واعتقد ان هو هيقفل النهارده على نفس السايد واي برضو اللي هو على الاربع ساعات، هيقفل عند نفس المنطقه دي. يعني ممكن يروح للمقاومه تاني ويكمل سايد واي شويه لحد ما نشوف تعليق من الفيدرالي او جيروم باول على بيانات سوق العمل الامريكي اللي ظهرت النهارده، تعليق وبعد كده. بس انا متوقعه انه يكمل صعود، لان سايد واي في حد ذاته حاليا سلبيه، تمام؟ دي السلبيه برضه هتكلم فيها عشان برضه تبقوا فاهمين. طيب ايه بقى اللي احنا عندنا الاسبوع الجاي؟ بصوا يا شباب، أكتر الحاجات المهمة على طول بقى الفايدة. بصوا ده أنا قلته لكم قبل كده، القرارات بتتغير، الأجندة الاقتصادية لو أنت هتبص عليها تاني، بس عشان دي معلومة ليكم، أنا وريتكم ده قبل كده، كان تثبيت فايدة، كان تثبيت فايدة للأسترالي، تمام؟ لكن البيانات اتغيرت عادي. عادي، لان انت شايفها بدري قوي، انت كنت شايفها من الاسبوع اللي فات. الصح ان انت تشوف زي النهارده كده مع مدخل بقى الاسبوع الجاي، او انك تشوف الاخبار يوم الاثنين، او تشوف الاجنده يوم الاحد. يعني معاك من جمعه سبت حد اثنين تشوف الاجنده بتاعت الاسبوع. طب لو انت شفتها قبلها باسبوع كامل، اسبوع كامل ممكن البيانات تتغير. ليه بقى بقول لكم كده؟ عشان انت ممكن تبقى بيانات سوق العمل الامريكي اللي ظهرت النهارده انت كنت شايفها الاسبوع اللي فات وليكن ايجابيه، وليكن كانت ايجابيه، وتيجي تتفاجئ ان وقت الخبر ايه ده اصلا ده التوقعات اتغيرت. ده بيحصل. فده كان في تثبيت فايده، في توقعات تثبيت فايده كده رفعوها بايه؟ 35 و50 50 نقطه اساس. كده عندنا رفع فايده للاسترالي، تمام؟ ده خبر يوم الثلاثاء الساعة 6:30 الصبح من الحاجات المهمة. عندنا على اليورو ممكن يكون في توقعات هنا برضو، كان هنا ما كانش في توقعات. لما انا شفت الاجنده دي من يومين ما كانش لسه في توقعات للكندي. يبقى اول حاجه عندنا قرار فايده على الاسترالي، ثاني حاجه عندنا قرار فايده على الدولار الكندي او في البنك المركزي الكندي، وبرضو هيرفعوا، لو هيرفعوا 75 نقطة أساس، هيرفعوا 75 نقطة أساس من 2.5 لتلاتة وربع، بعد ما كانت البنوك المركزية بتتجه إن هي تثبت شوية. لأ،
بدأوا يمشوا على خطى مين؟ جون باول. تاني بدأوا يمشوا على خطى جون باول. جون باول في تصريحاته الأسبوع اللي فات في جاكسون هول، كل البنوك المركزية بدأت تعدل في سياستها تاني، ودي حاجة كويسة. تمام. واليورو كمان ده ما كانش ظاهر، بصوا هتلاقيه في آخر الأسبوع بيبدأ يظهر، يعني من يومين ده ما كانش ظاهر، من نص 1%. طيب 1% يعني هو هيرفعه 50 نقطة أساس، هل ده كافي على اليورو؟ لا، ده مش كافي على اليورو. تمام. اليورو التضخم زاد ب2%، فدخلنا في 9 وكسور تاني، فده مش كافي على اليورو ان هو يرفع من نص لواحد، ده مش كافي، ده مش كافي. اما الكندي ده كويس جدا، والاسترالي الرفع برضه كويس. ليه؟ لان هم واخدين رفع بقالهم مده. طيب دي اعتقد دي كل الاخبار الموجوده هنا. ده تلات استرالي، الأربع الكندي، الخميس اليورو. نشوف كده الجمعة مفيش حاجة تاني. في توظيف في الكندي ومعدل بطالة، لكن لسه مفيش توقعات ليه. تمام. ندخل بقى هنا على الدولار الأمريكي. إيه اللي أنا عايزة أبص عليه؟ سيبكوا بقى من كل المؤشرات دي. الزوج ده في المؤشر عمل ايه؟ البيب بوي سلبية قفلها بإيجابية الشهر اللي بعد كده. مين هنا اللي مسيطر الأكشن الأخير للمشتري؟ طيب هل نشتري من الأسعار دلوقتي؟ ده كده تعمل بقى زوم أهو عشان تشوف هو فين. دي كانت مقاومة وعداها خلاص، مقاومة قفل اهو فوق، يعني قفل فوق مش كل الشبكات لكن قفل في اطرافها، ده ستيل ايجابي. تمام. طيب المستوى اللي بعد كده على الدولار ايه؟ اللي هو فيه حاليا. المستوى اللي بعد كده اللي هو فيه حاليا. طيب المستوى اللي بعد كده ال 113، تحط ال 113 خلينا الاطراف بتاعتها ال 111.30. ما دام بتبص على مانثلي، لما بتبص على صورة كبيرة، تاخد أجسام الشموع ولا الشبهات في المستهدفات؟ هتاخد الشبهات، هتاخد الشبه. تمام. ده كسلوك سعري دلوقتي. هو السلوك السعري هو إيه؟ السلوك السعري هو تحركات الأسعار. طيب تحركات الأسعار مين المتحكم فيها؟ المشتري والبياع اللي هو إحنا. تمام. لو واحد هو المسيطر يبقى التاني مغلوب، لو يعني المشتري يبقى البياع ضعيف. طب لو البياع هو اللي مسيطر يبقى المشتري هو اللي ضعيف. طب لو الاثنين محدش ولا عارف يعمل قمة سعرية جديدة أو يعمل مستويات سعرية أعلى ولا يعمل مستويات سعرية أقل، يبقى في بالانس بين المشتري والبياع، في بالانس بين المشتري والبياع. طب دي على الصورة الكبيرة، واحد سيطر الشهر اللي بعده وهو التاني سيطر، يبقى ستيل في بالانس. تمام. بس أقرب ما دام بتبص على الصورة الكبيرة، أقرب لآخر واحد كان مسيطر للمشتري. ده بالنسبة للمصري لكل الأزواج، لكل حاجة في السوق. بص على نيكي. ما دايم، بص برضه عشان تبقوا فاهمين، ما دايم المصري شمعة صعود وشمعة هبوط، تعرف إن الزوج ده أصلا ماشي سايد واي. تمام. ده كده من شهر 7 أهو، شهر 7 شهر 8 نزل وطلع كل اللي نزل، ده كده سايد واي. هو لسه ما عملش كونفرميشن للسايد واي. سايد واي لو قفلنا هنا سلبي تاني، لكن الشكل ده الهبوط، ده الهبوط الاخير بقى الدنيا بتوضح اكتر معاك لما تنزل على الفيلمات القليله. ما كانش سايد واي، ده النزله دي كانت تصحيح للصعود اللي كان قبل كده، ودي طلعت استكمال اتجاه صعب. يبقى مين الكفة الأقرب للمشتري؟ هنا أنا لسه مع الغالي بيز غالي. تمام. أنا لسه مع الغالي بيز غالي، بس هو لسه بيعمل في الغالي التانية أهو.
أعرف منين السلوك السعري، السلوك السعري هيتغير يا شباب. دي اتكلمت فيها، هتكلم فيها تاني لو حد أول مرة يعني. السلوك السعري إن المفروض إن أنا عند منطقة مشتري فأبدأ أشوف امتداد إيجابي صعوبة، أو عند منطقة بياع فأبدأ أشوف هبوط، ده الطبيعي. بس مش الطبيعي إن أنا أشوف عند البياع ما أشوفش بيع، يعني عند البياع اللي هي المقاومة على اليومي، كل طبعا ما الفيديو كان أكبر كل ما الموضوع كان قوي ومهم يعني. فأنا عند بياع أو عند مقاومة بيعية وما ما أشوفش هبوط، يبقى تغيير سلوك سعر. مين اللي دخل في الخط؟ المشتري. فهنا طول ما انت سايد واي غالبا بيبقى تغيير سلوك سعر. لمين؟ للمنطقة بتاعته اللي هو البياع تغيير. يبقى مين اللي بدأ يمسك زمام الأمور؟ المشتري. يبقى احنا الطلعة دي احنا متوقعينها. طيب خبر النهاردة مع انه سلبي، بس سايد واي في حد ذاته سلبية. يعني ايه؟ انت عندك دلوقتي كفتين سايد واي، يا اما يخرج من سايد واي لاعلى، لان انت عندك تغيير سلوك سعر، صح؟ طيب اخبار سلبيه حصلت، يبقى هيكمل في سايد واي. يعني ما عنديش ثلاث حاجات يمشي فيهم، هما حاجتين، بتفاضل دايما بين حاجتين، مش هيعمل الثلاث حاجات مع بعض. يعني هو لا يمشي سايد واي لا يدفع، لا يمشي سايد واي لا ينزل. ما عنديش يطلع يبقى سايد واي يبقى ينزل، مش جاية مش هتيجي. ما عنديش سايد واي ينزل يطلع، مفيش الكلام ده. انت عندك بين كفتين دلوقتي، كفتين، لان احنا عندنا في السوق كله اتنين، مشتري وبياع، مفيش حاجة تالتة. فانت كل اللي انت بتقعد تبص عليه على الشورت برضه بتفضل من حاجتين، تمام؟ فانت عندك سايد واي وعندك احتمالية صعود. اشمعنى احتمالية صعود مش هبوط؟ ليه؟ لأن أنت عندك تغيير سلوك، عشان دي منطقة بياع والأسعار أصلا مش سايد واي، المفروض منطقة بياع أنزل مش منطقة بياع وأفضل سايد واي. منطقة بياع وأفضل سايد واي يبقى أنا مشتري داخل على الخط، يبقى أنا كده عندي حاجتين سايد واي ومشتري، سايد واي ومشتري. خبر سلبي هيكمل في السايد واي، تمام؟ طول ما الأمور إيجابية خلاص هيخرج من سايد واي لأعلى. ماشي؟ قولوا لي أسئلة. تمام يا استاذ احمد، حاضر. هو انا لسه في البدايه، انا لسه بشرح في الدولار الامريكي، بس اتكلمت في الاخبار. الاخبار الاسبوع الجاي اخبار مهمه، كلهم رفع فايده، لكن اليورو مش كفايه. رفع الفايده على اليورو مش كفايه، لان اليورو التضخم زاد ما بيقلش خالص، ولسه ماشيين بنهج ال 50 نقطه اساس، تمام؟ فرفع 50 نقطه اساس ده بالنسبه لي اسهل. طبعا هعمل ابديت معاكم بعد كده الأسبوع الجاي، يعني لأن ممكن وقت الخبر يجي 75 نقطة، يبقى 75 نقطة أساسا اللي هيجيبها على اليورو مش سهل. بس مين اللي في الصدارة لحد دلوقتي؟ الدولار الأمريكي هو اللي في الصدارة. ليه في الصدارة؟ لأن أنت عندك تضخم بيتراجع، تضخم بيتراجع، عندك توظيف كويس، عندك سياسة تجديد ما زالت موجودة. بس لو بصيت على العملات التانية هتلاقي التوظيف عندهم واقع، تمام؟ يا اما هتلاقي عندهم التوظيف هتلاقيه واقع، متوسط الاجور هتلاقيه فيه مشكله، وكمان التضخم عندهم بيزيد مش بيتراجع، بيزيد مش بيتراجع، تمام؟ فالتضخم ده في اليورو نفسه لحد دلوقتي بيزيد. فكل العوامل رايحه للدولار الامريكي، حتى لو البنوك المركزيه بترفع فايده في العملات الثانيه على الدول يعني الثانيه، لكن استلم ده الدولار الامريكي لسه موجود في الصدارة. ماشي؟ خبر اليوم سلبي، لكن سلبيه مؤقته، يعني كتبت لكم على التليجرام. ليه؟ ده اللي حصل التذبذب، لان ال 300 هو ايجابي فين عشان اللي دخل متاخر، معلش كده كان مفيش سيشن بعدين. النهارده تاني ال 300 ده ايجابي، تمام؟ ال 300 ده ايجابي، لكن التذبذب او الهبوط في الاول، لان انت عندك بطاله بقت سلبيه وعندك متوسط اجور تراجع، الاثنين دول خلى في الهبوط في الاول، لكن في الاخر الاسعار بدات تطلع، عشان ده ايجابي. ما تاخدش ان هو قليل، اقل من الشهر اللي فات، هو اقل من الشهر اللي فات، بس ستيل انت في الايجابيه، لان انت
في التلتميات. لو انت كسرت حاجز ال 200 بقيت اقل من 200 في التوظيف، ده كارثه. تمام، طول ما انت في التلتميات بالنسبه لي ده ايجابي. تمام، في ناس افتكرت الموضوع ايجابي عشان بقى 308 بدل 300,000 بقى 308. اكيد لا، اكيد لا. خبر زي كده 2 سلبي و1 ايجابي، بس التوظيف طبعا هو الاهم. هتلاقي تذبذب في الاسعار، هتلاقي هبوط في الاول، بعد كده الاسعار هيبقى فيها صعود، والصعود جاي من سياسه التجديد. الصعود جاي من سياسه التجديد. الدولار محافظ على مستويات، مش همه التوظيف، همه كلام جيروم باول عن سياسه التجديد. تمام، طب هنا تتعامل مع ازاي؟ تتعامل مع الدولار الامريكي ازاي؟ والله انا عندي السايد بي ده بدأ يعمل لي قمم اعلى، ما اعتقدش ان احنا هنخترق المقاومه دي النهارده. تمام، فاي هبوط تاني للمنطقه دي واحنا هيبقى فيها هبوط. تمام، احنا لسه في اول الشهر مش هتلاقوه طلع دايركت، لكن المنطقه دي منطقه شرقيه تاني. طيب نفترض ان هو طلع، نفترض ان هو طلع، طب وانت هو لو طلع هو بيعمل لك ايه اصلا على الديلي؟ تنسوش غالي بيزغلي. تمام، طب هو لو طلع وانت ما لحقتوش خلاص ده اخر المطاف؟ لا، عندك المنطقه دي الاسعار لما تروح لها، المنطقه دي الاسعار لما تروح لها هنبدا تبقى منطقه طلب، تبدا تدخل تاني. يعني لو الدولار الامريكي خرج من السايد واي لاعلى وانت ما لحقتوش تعمل ايه؟ استنى لما الرالي التانيه تخلص، الاسعار تنزل تختبر. لازم تنزل تختبر، للاسف مش لازم. طب لو ما نزلتش تختبر ليه بقول لك كده؟ ان هو هنا عمل غالي بيز غالي وما نزلش. ثواني هجيبها لكم اهي، عمل غالي بيز غالي وما نزلش، ما نزلش يختبر المنطقه. طب هو لو دلوقتي عمل كده وانا مش واخد سباقات شرعيه، استنى مع اول موجه هبوط. تمام، خد فيبوناتشي ل 38 او 50 ماكس وادخل تاني مع الدولار الامريكي، لكن خلي السيناريو بتاعك هو الشراء. تمام، طيب امتى غير السلوك السعري بتاعه؟ امتى اصلا يبقى الدولار انهى موجه الصعود بتاعته نهائي؟ السايد واي ده لو اتكسر، اللي هي اكشلي هي ايه؟ البيز. لو اتكسرت البيز، لو اتكسرت يبقى هو كسر منطقه طلب، وكسر كمان منطقه كان اخترقها. ولو كسر منطقه كان اخترقها فده بيرش جدا، فده بيرش جدا. تمام، ده بالنسبه للدولار الامريكي المنطقي ايجابي، بس سلبيه الاول بعدين ايجابيه. بس انت معاك الكفة الأقرب ليك آخر أكشن، آخر أكشن هو المشتري. بس الدنيا أوضح على الديل، أنت لو عايز تتابع الدولار الأمريكي ممكن ما تسيبك خالص من المونثلي وبص على الديل. السايد واي اللي على الديل وال4 ساعات واضحين جدا، على الديل غالي بيز غالي، وعلى ال4 ساعات سايد واي بقاعين أعلى. تمام، مش لازم تستنى كاس كده، ما دام انت فاهم بقى فكرة القاعدة الأعلى يبقى انت ده ما يكسرش تاني، ده ما يكسرش تاني. بس في حالة ايه؟ في حالة لو احنا خرجنا منه، لو احنا خرجنا أصلا، خرجنا من المنطقة خالص وطلعنا، هتبقى ده الأساس بتاعك. مش لازم بقى تستنى الدولار الأمريكي ينزل للساي واي ده كله ويكسره عشان تغيير رؤية. لا، مش مضطر تستنى كل ده. فكرة إن هو ينزل يعمل قاع تاني يكسر القاعدة خلاص الموضوع ده. لكن هنا يروح ل 109، أنا كنت قايل لكم يروح ل 110، هو فعلا هو راح لها أصلا. يعني هو راح ل 109.95، أنا شايفة إن هو مش هيعدي دي، ونبدأ ننزل تاني ونطلع. بس احتمالية إن هو ينزل تاني ويطلع أنا مستبعداها. ليه؟ عشان في رالي بيز رالي. تمام؟ عشان في رالي بيز رالي تتكون. قولوا لي أسئلة. في آخر الشهر بيحصل جني أرباح، بس في بداية الشهر شو بيحصل؟ بداية الشهر عشان تشوف هتشتغل على إيه. تمام؟
عشان تشوف الفرص اللي انت هتشتغل عليها اصلا ايه اللي تركز عليه. فلازم تجيب من اعلى حاجه لاقل حاجه، ومش اي حاجه تقعد تبص عليها الدولار اللي قبلك عشان مهتمين. لكن مثلا فتحت زوج زي الباوند فرانك، بصيت على المنصي مش ملفت، خلاص مش عليه فرصه، ما تبصش عليه. تمام، ده الزوج ممكن تدخل عليه بالاشكال دي بالهبوط ده كله، يبقى مش عليه فرصه. فده المفروض تعمله. انا بعمل كده، انا بشوف الفرص اللي موجوده وابدا اعمل فوكس عليها. يعني ده واحد اصلا مش عليه اي حاجه ملفته ان انا ادخل عليه، والهبوط دي اصلا حاجه، هل انا هبص على الباوند فرانك تاني؟ مش هبص، هشوف الحاجات اللي عليها فرص كويسه. تمام، فده بالنسبه للدولار الامريكي. الذهب بيعمل حاجه حرف ان، تمام، ده فيه اي بي اكوال سي دي، بس هقول لكم برضو حاجه فيه 50. تمام، 50 يبقى مقابل ليها ايه؟ ال200 ال اي بي اكوال سي دي. لو مقابل ليها 200 وبدأنا نشوف امتداد ايجابي، يبقى هو فعلا هرمونيك او نموذج هرمونيك اهو 200، لبس ال200 وطلع على طول. تمام، طيب هل انا اعمل ايه لما انا الاقي هرمونيك ايجابي على الذهب، بس انا عارف ان الذهب هينزل بعد كده، اعمل عليه ايه؟ بص الموف اللي قبل كده كانت بتعمل ايه؟ الموف اللي قبل كده اللي هي الاي بي، تمام، دي كانت خط اتجاه هابط وتم اختراقه، صحح ل 50%، تمام، وراح عند مقاومه. ده نفس الكلام ده، اخترق برضه خط اتجاه هابط، لكن ما تستناش كل مستهدفات الهارمونيك، ما تستناش هنا وهنا وهنا، لان انت على الفيرمات الكبيره بيقول لك ان انت فيه هبوط. تبص على ايه؟ تبص ان ممكن يصحح زي ده، يروح لمقاومة 50% هنا، يروح لمقاومة 50%، ايه؟ بصوا 50%، ثواني، ايه؟ من المقاومة للقاء 50%. يبقى دي مناطق بيعية على الذهب، ال 1720 وال 1725. طب ليه بقول لك بيع أصلا مش شراء؟ بص على الفريم الكبير وأنت هتعرف. اللي عنده سؤال بيقول ماشي، أو المنصري إيه اللي حصل؟ برضه مشتري وبياع، بقى مشتري ظهر بعد كده بياع ظهر، مين الاكشن الاخير؟ البياع. القاعده في كل حاجه بتبصوا عليها، اي حاجه بتبصوا عليها. هنا بصوا دي شمعة الشهر اللي قفلت شهر 8، بصوا بعد ما كان ايجابي بصوا قفل تاني عند اجسام الشموع، قفل فعلا تحت اجسام الشموع تاني. طيب واحد ايجابي واحد سلبي، ما دام واحد ايجابي في سيطرة شرعية بعد كده سيطرة بيعية، أنا ليه بالأكشن الأخير؟ ده بالنسبة لي الذهب على المنصي. لو الدنيا واضحة على الفريمات الأقل، مش مضطر إن أنت تبص على المنصي تاني. إيه بقى اللي بيحصل دلوقتي؟ سايد واي. طب إحنا عارفين إن ما دام سايد واي وبدأنا سايد واي يعني بالانس في السوق بين المشتري والبياع. طب ما دام بدأنا نعمل قمم سعرية أقل، بنرد من الدعم ومش عارفين نطلع للمقاومه كده، مين اللي بقى مسيطر؟ مين اللي بقى ظاهر جوه البالانس؟ البياع. الاكشن الاخير مين؟ انه بعد ما رد من الدعم ما قدرش يطلع، يبقى مشتري ضعف عند منطقته، فبياع هو اللي ظاهر جوه البالانس. دي حاجه عشان تبقوا فاهمين يعني ايه سلوك سعري، يعني ايه سلوك سعري بين المشتري والبياع. الاكشن الاخير قدامك مين؟ ان الاكشن الاولاني ان احنا رحنا للمنطقه الشرائيه اللي هي منطقه المشتري وبدانا فعلا نطلع، تمام، بس ما عرفناش نروح للمقاومه زي ما المشتري كان بيوديها للمقاومه، ما قدرش، والبياع بدا يظهر ويضغط على المشتري ان هو مش قادر يطلع الاسعار اكتر من كده. مين الاكشن اللي ظهر الاخير؟ البياع. عشان كده دايما بقول لكم حاجه في السايد واي هوريها لكم، دي كنت شرحتها بس مش عارفه انتوا كلكم حضرتوها معايا ولا لا.
بصوا لو احنا هنفترض ان ده هنا سايد واي، ركزوا بس معايا اهو، لحد دلوقتي كده مفيش مشكله صح؟ اهو لقينا كده كده يقول لك مين اللي بدأ يسيطر، البياع تمام، الاسعار المشتري ما قدرش يطلع الاسعار للمقاومه وبدأ البياع يضغط وبقى يعمل لي فرص تعليق اقل. طب بصوا دي بقى لو نزلنا احنا كده نازلين المفروض متوقعين ايه؟ ان احنا نكسر الدعم، بس لو احنا عاملين كده دي شفتها، دي شفتها على الداو جونز ما انساهاش ابدا كده، اعمل ايه؟ وقتها اعمل ايه؟ يعني بعد ما كنت نازل وخلاص هيكسر الدعم وينزل، لقيته بقى بيعمل قاع اعلى من قاع، انا اخد البياع اللي سيطر ولا المشتري اللي سيطر؟ خد الاكشن الاخير. مين الاكشن الاخير؟ المشتري هو اللي سيطر، غالبا هو بيبقى اخر اكشن، ما بيبقاش فيه يعني يروح جاي بياع ظاهر تاني يروح جاي مشتري، لا ما فيش الكلام ده، هو البياع حاول يسيطر يروح جاي المشتري يروح جاي هو اللي مسيطر، غالبا ما بيكونش فيه معافر كتير في المنطقة دي في موضوع السايد واي يعني. فده هنا نفس الموضوع بالنسبة لي. طيب اخد بالي من ايه؟ كده مين اللي قال لك ان البياع بدأ يظهر؟ القمة الأخيرة اللي اتعملت، يبقى دي الأساس بتاعك في تداولاتك حتى الشهرية الشهر ده، ده الأساس بتاعك، الأسعار ما ينفعش تعدي ده، ما ينفعش تعدي ده، بس لو عدت ده يبقى كده مشتري ظهر تاني. طيب إيه بقى اللي بيحصل هنا؟ طب ما أنا عندي دعم، يبقى بيع من أسعار دلوقتي؟ لا طبعا، أنت لسه في أول الشهر، لسه معاك شمعة شهر كاملة، متخيل إن هي هتنزل على طول يعني؟ لا، ممكن تعمل شادو طلوع الاول وممكن تلخبط الناس، لان فكره اصلا ان الدولار الامريكي يطلع ينزل الاول كشمعه شهريه طول الشهر ونلاقي شمعه شهريه صاعده طول الشهر، دي اصلا لخبطه. يعني السوق ممكن يلخبطني الشهر ده، ممكن يلخبطني، لكن خلي في دماغك ان الصداره لسه للدولار الامريكي، وده دي تبقى المنطقه البيعيه بتاعتك، دي تبقى المنطقة البيعية بتاعتك. خلينا كده الويكلي كانت منطقة ايه؟ اهي ال 1800، الأسعار ما تطلعش تاني عند ال 1800 دي خالص. طيب ممكن تطلع لإيه؟ والله يوم ما تطلع جدا عشان في نموذج هرموني للمناطق دي، فهل أنا أبيع من المناطق دي؟ لا طبعا، استنى ال 1730 1725 المنطقة دي اللي هي على الاربع ساعات في اي بي ايكوال سي دي، يبقى انت شايف الفيرمات الكبيره بتقول لك بيع، لكن الفيرمات الصغيره بتديك اشارات شراء، ما تدخلش الشراء، بالعكس اشارات الشراء دي عشان تستنى صعود الاسعار بعدين تدخل تبيع، بعدين تدخل تبيع، تمام؟ ده بالنسبه لي على ده. فالمناطق دي كده دي منطقه بيعيه. لو هنشوف نفس السلوك اللي حصل لما الاسعار اختارت بتخطي اتجاه هابط قبل كده، رحت 50% وراحت للمقاومة، نفس الموضوع ممكن ننزل، يعني بعد ما اخترقت هنا كمان خط اتجاه هابط نطلع ل 50% مع المقاومة الأخيرة ونبدأ برضه ننزل. يعني أنا متوقع على الذهب كسر ال 1690، ولو كسر 1690 هتبقى فوليوم بيع عالي. ليه فوليوم بيع عالي؟ لو بصيت على المنصلي هيكون كونفيرم مين؟ دبل توب. ولو على الفريم الويكلي فانت كان سايد واي وكسر المنطقه الشرائيه، يعني احنا عند ممكن ال 1600 كمان، ال 1600 احسن حاجه للاهداف شوفوا على الفريم اليومي، ولا كبير قوي ولا صغير قوي. المنطقه دي اقرب حاجه هي ال 1650، وارد ان هي تحصل او لان يعني زي ما قلت لكم جون باول مأكد جدا على فكرة سياسة التشديد ومحدش كان مبوق حاجة زي كده. تمام، دي كانت هانج مان، دي كانت شمعة هانج مان على الساعة على فكرة. تمام، الهانج مان من الشموع القوية دي، برايس أكشن برضه وسلوك ساعي، يعني بعد موجة صعود، بعد موجة صعود هشيل ده خالص
عشان اشرحها لكم كويس. ايه دي شمعة هانجلي مان، من اكبر شموع في الفويس اكشن. فكرتها ان انا ببقى في موجة صعود، تمام، وانا مستنية مستويات سعرية اعلى، لكن اللي بيحصل ان الشمعة بتفتح والاقي دروب الاول بيحصل كبياع، لكن كل الجهود ده بيتلم لفوق، لكن بيبقى شمعة الفتح قريب من الإغلاق. فهو بيقول لك إن في بياع ظهر في منطقة شراء، ولكن بتبقى مستنية. بس مين الأكشن الأخير؟ مين الأكشن الأخير اللي حصل؟ إن المشتري لم كل الجهود ده لفوق. فهو بيقول لك إن البياع ظهر، دي سلوك ستايل بالظبط بتاعه، إن البياع ظهر لكن المشتري موجود، فلازم كونفرميشن، لازم تأكيد. هل فعلا البياع هيسيطر ولا كان حاجة فيك والمشتري مسيطر زي ما هو؟ فأول إغلاق سلبي بعد الشمعة دي يقفل تحت جسم الشمعة، خلاص شكرا بيع، خلاص شكرا بيع. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للدهب. طيب، مع إنه مخترق خط اتجاه هابط، عادي ممكن ينزل يعمل إعادة اختبار ويطلع للمنطقة دي. هو لازم يطلع المنطقة دي؟ لا. طب في الحالة دي أعمل إيه؟ أستغل أي صعود، أستغل أي صعود على الدهب. ما أدخلش بالكمية دي كلها، ما أدخلش بالكمية دي كلها. ليه ما أدخلش بالكمية دي كلها؟ لأن أنت معتمد على فريمات كبيرة، فريمات كبيرة يعني نقط كتير. فلو دخلت بالكمية اللي أنت متعود عليها والأسعار عكست، فالموضوع ده هيضرك، لأن أنت هيكون لسه رؤيتك ما اتغيرتش، رؤيتك البيعية ما اتغيرتش، لكن حسابك مسلك كتير. دي حاجة في إدارة رأس المال لازم تبقى عارف حاجة زي كده. ده بالنسبة للدعم. اليورو بيور جدا، مفهوش أي حاجة. خلينا نبص على المونثلي، إغلاق سلبي، لسه منطقة ممكن يروح لها أهي، في كل المناطق دي كده أهي، للزيرو فاصلة 96 40. ده بالنسبة لليورو. طبعا لو بصيتوا لشركات تانية هتلاقوا ان الاسعار ده مونثلي، بصوا عمال اجرب المونثلي ازاي، اما هيبان لكم ان هو بيعمل اسعار قياسيه، لكن الحقيقه هي مش اسعار قياسيه. هو ممكن يروح لده وممكن يروح لهنا تاني. المناطق دي اليورو زارها قبل كده، زار المناطق دي قبل كده، الاسعار دي قبل كده في 2000 و2001 برضه، زي الدولار الامريكي بالظبط، تمام. فدي 0.96 40 و0.92 70 أداء أقرب. ليه اليورو ضعيف؟ أنا متوقعة استمرار ضعف اليورو، لأن إحنا عندنا رفع للمركز الأوروبي الأسبوع الجاي لكن ب 50 نقطة، في حين إن أنت أصلا عندك تضخم عالي وبيزيد. طيب نبص على الديلي، اتجاه هابط بيطلع يصحح ويكمل تاني. مش واخدين بالكم من حاجة؟ ان دي عامله زي الدروب، بيز دروب، زي مين بالظبط؟ عكسها الدولار الامريكي على الديلي، غالي بيز غالي، بس هو لسه بيعمل في غالي التانية. وهنا الدروب اهو، تاخدوا بالكم منها ليه؟ مع اعاده الاختبار لو ما لحقتوهاش هنا اهي، لو ما لحقتوش ان انتوا تدخلوا، فتستنوا اعاده اختبار وتدخلوا تاني. دي من مدة عرض، بس لسه لما يعمل الدروب التاني، لما يعمل الدروب التاني. طب خلينا على الأربع ساعات كده، على الأربع ساعات اللي بيحصل عندك سايد واي، تمام، ودي حاجة برضه في السلوك السعري أو التحركات بين المشتري والبياع. أنت عند دعم، الشاب بتاعه حاول يكسر، في تذبذب طالع نازل، لأنه ما كسرش، هو متذبذب طالع نازل فوق وتحت المنطقة، فده تذبذب عند منطقة المفروض يطلع منها، عند منطقة المفروض يطلع منها، فيقول لك تغيير سلوك سعر. منطقة المفروض يطلع منها يعني مين هنا؟ دي منطقة مين؟ دي منطقة مشتري. طب ينفع عند منطقة مشتري وامشي يبقى فيه بالانس؟ ازاي يبقى منطقة مشتري فيها بالانس؟ لأن المشتري والبياع المفروض مفيش بياع أصلا عند المنطقة دي، فما دام بالانس يبقى البياع موجود بنفس قوة المشتري اللي هي أصلا منطقة المشتري. فغالبا البياع بيحضر نفسه ان هو يسيطر ويكسر الدعم، تمام. انا شايفه ان هو كان سايد واي، لكن مؤخرا بدا يعمل قيمه سعريه اقل، والسايد واي بتاعه كبير،
اتكلمت فيه ده سايد واي بتاعه كبير. يعني ايه؟ بص الرينج قد ايه؟ 150 نقطة. طيب انا ليا مؤخرا عمل ايه؟ كان عندي دعم ثابت اهو اهو تمام، لمسوه هنا وهنا وهنا وهنا، هنا عندي مقاومة بس مش ثابتة. ليه؟ لأن الأسعار بدأت تعمل كم أقل. خلينا هنا، هو صحح قد إيه؟ صحح 61%. ما دام ما لمست النسبة اللي بعدها يبقى هو صحح 61% وبدأنا نشوف وجود قوي. ده بالنسبة لليوم. طب هو لازم يكسر الدعم أول ما من دلوقتي أو يفتح السوق؟ لا، ممكن يعمل كده، ممكن يعمل كده، يطلع شوية وينزل وينزل يكسر. أهم حاجة ما يعديش مين بقى؟ القمة الأخيرة اللي عملها دي، يروح يختبرها لكن ما يعديهاش. فده ما دام عندك أساس كويس تشتغل عليه في اليورو يبقى هو من أحسن الفرص الموجودة. تاني ستايل واي اللي بقاله قد إيه؟ لا مش بقاله كتير، من 22/8 تمام. سايد واي بقاله مثلا نتكلم في 10 ايام، في 10 ايام وبدا يعمل لك قمه مسعريه اقل، يبقى القمه الاخيره دي هي الاساس بالنسبه لي. طول ما هو تحت القمه الاخيره دي عادي يعمل قمم تانية كتير، ما عنديش مشكله، لكن ما يعديش، لكن ما يعديش تمام. وكمان كده كده دي يعني حتى لو عدى من هنا فهو مش هيعرف يعدي من هنا، مش هيعرف يعدي من هنا تمام. ده بالنسبة لليوم من الفرص الكويسة، اليوم من الفرص الكويسة، مفيش أي حاجة تدعم أصلا صعوده خالص، هو ضعيف، كان متماسك فدي كانت حاجة كويسة عشان نقدر نستغله للبيع مش للشراء. فكرة إن هو يعمل دعم وما يطلعش خلاص شكرا، ما تبصش على فرص الشراء ليه، حتى لو شايف إن هو بيحضر نفسه لسبوب مثلا، ما تبصش على كده خالص. هو متماسك لان هو عند دعم، فهو لازم لو مش هيطلع هيبقى متماسك، بس المتماسك ده ضعف، التماسك عند منطقه شرعيه ده ضعف مش قوه. وبعدين يا سلام ده سيمتريكال، تمام. اليو اس معايا، ما هو انا بدي لسه الفرص استاذ احمد، الامثله مع الفرص تمام، مع الفرص اللي بتكلم عليها. انا بدي هنتات، الملاحظات اللي انا بديها دي مش عشان انا بتكلم على اليوم، ده تنفع مع كل الازواج، دي طريقه تحليل، دي طريقه تحليل ازاي تشتغل على الفرص تمام. يعني انت عندك الفريم الكبير بيقول لك حاجه وكذا فريم بيقول لك حاجه، والفريم الصغير عليه هارمونيك ايجابي تمام، تعمل ايه؟ تبدا تشتغل عليه ازاي؟ الاويل حاضر، انت الاويل بيكسر. طب انا ليه عرفت بتكسر؟ بصوا كده كده لو بصيت على المونثلي لوك سيلفي لازم تبص على، لو انت ما بصيتش في اخر يومين في الشهر لازم تبص في بدايه الشهر قبل ما تبدا تقول بسم الله الرحمن الرحيم في السوق ده، دي قاعده. الزوج ده عمل ايه؟ نزل تمام المونثلي بعد ما كان طلع وعدى المقاومه، نزل وقفل جوه المنطقه تاني، يبقى اقرب حاجه بالنسبه له ايه؟ اقرب مقاومه، اقرب دعم قصدي بالنسبه له، او الكيجن سيل عند ال 82. اشتغل عليه ازاي؟ واحده واحده بقى. لو بصيت على الميكي هتلاقي ان في خط اتجاه صاعد. طب هو ينفع مع خط الاتجاه الصاعد امشي كده؟ خط الاتجاه الصاعد المسه ده ويكلي وابدا اشوف صعود، المسه وابدا اشوف صعود، لكن المسه وامشي سايد واي ده تغيير سلوك سعر، تغيير ده دايما تغيير سلوك السعر عند حاجة انت متوقع، مثلا دي منطقة شرعية فانت متوقع صعود وما يحصلش، يبقى ده تغيير سلوك سعر. طب على الديلي، اهو ده وهنا طلع اختبر اخره فين؟ مقاومات حصلت، كنت دايما اقول لكم اي صعود على الاويل فرصه كويسه للبيع، ونزل الدعم تاني. طب هو انا ينفع ابيع من هنا؟ ما ينفعش ابيع من هنا، بس اللي انتوا واخدين بالكم ايه؟ ان الاويل مش للشراء، الاويل مش للشراء لسه، الاويل اي فرصه صعود هي حاجه كويسه للبيع، اي صعود للاويل
مش للشراء. أي صعود هتبقى فرصة كويسة للبيع، إنه هيكسر خط الاتجاه الصاعد مع قوة كمان الدولار الأمريكي. وهنروح لفين؟ أقرب حاجة نروح للمنطقة دي لدعم ال 84 50، ونروح للمنطقة دي لل 79 60. طب أبيع منين؟ ما ينفعش تبيع عند دعم، ما ينفعش تبيع عند دعم، لازم تستنى على الأقل تصحيحات. هو صحح على الأجل، على الساعة صحح، على ال4 ساعات عند دعم لسه ممكن يمشي سايد واي شوية. استغل أي صعود فيه، استغل أي صعود على الزوج ده. بس في حاجة كويسة ممكن تشتغل عليها، ده شارب موف. تمام، يوم ما الزوج ده يصحح أنت عارف إن المفروض آخده فين. يوم ما يصحح أنت عارف إن آخده ما يعديش 61. يبقى الرؤية الشرائية، سوري، الرؤية البيعية على الأويل لحد هنا تمام، ما يعديش ده اللي هو ده مين؟ اللي هو 93. الأويل ما ينفعش يعدي 93، لأن كل اللي إحنا بنقوله ده هيكون لاغي. طول ما هو تحت 93 يعني ممكن يطلع هنا، ممكن يطلع هنا، لكن المناطق دي كلها مناطق بيعية. كل ما يطلع بالنسبة لنا حاجة كويسة عشان نبيع من عالي، ما نبيعش من سعر قليل. هل هو هيكسر خط الاتجاه الصاعد حاليا؟ ممكن، ممكن مع قوة الدولار الأمريكي، لكن أنا أتمنى إن هو يمشي طيب شوية عشان نلحق ندخل فيه، نلحق ندخل فيه. ده بالنسبة للأويل، إحنا لسه في أول الشهر، ما تستعجلوش. بس كسر، استنى إعادة التصحيح أو إعادة التدين لإعادة اختبار خط الاتجاه الصاعد اتكسر، وادخل بيها تاني. اليو اس، اليو اس لازم تبص على المونثلي بتاعه. بص اختبار مين؟ يعني هو لابس مين؟ الكي جانسن، طلع المونثلي، اختبر التين جانسن وقفل ما بين الاثنين. النطاق الضيق ده بيقول لك هو هينزل يكسر، هينزل يكمل. طب شمعة سلبية، شمعة إيجابية، شمعة سلبية، يبقى أنت عارف إن الزوج ده كده أو المؤشر مش سايد واي. بص على الفريم الأقل، الويكلي هيبينهولك أكتر. يعني تعرف على المونثلي ماشي شمعة إيجابية، شمعة سلبية، تعرف إن هو مش سايد واي. هتنزل على الويكلي عشان يبان بالنسبة لك، طيب هو مش سايد واي، بيعمل قمم أقل ولا بيعمل قمم أعلى، قاعان أعلى ولا بيعمل إيه بالظبط؟ الزوج ده أو المؤشر يعني سوى لمس ال 78، بس ممكن تاخد دي كمان. الموف دي كلها المؤشر لمس السحابة ولمس ال 61 فيبوناتشي وبدأنا نشوف هبوط تاني. طيب كده كده الداو جونز، اليو اس 100، اليو اس 500 مش للشراء. ليه؟ ان انت عندك رفع فايده بعد كده، فكان اي صعود فيه خلاص فرصه كويسه للبيع. طب انا ما بعتش، ابيع منين؟ او هيروح لفين اصلا؟ المناطق دي كده تاني 29 900، وكمان المناطق دي 28 600، لكن منين ابيع؟ منين تنزل على الفيرمات الاقل؟ دي كانت منطقة ال 32، دي كنت كاتبة عنها النهاردة إن هي منطقة بيعية نستنى عندها، بس خلينا في اللي إحنا فيه حاليا. ممكن تاخدوا دي، بس هو لسه ما عملش القاع. يعني لما يعمل القاع ويبدأ يرتدين من القاع للقمة وتبدأ تدخل في فيبوناتشي، لكن من الأسعار الحالية الداو جونز مش هتعرف تبيع فيه، لأن الستوب بتاعك هيكون كبير. لكن المناطق دي تشتغل بإيه؟ الفرص دي تشتغل عليها بإيه؟ لو أنت عارف إن المؤشر ده قدامه هبوط كتير بس هو أوريدي نازل كتير، أشتغل عليه إزاي؟ معاه التنكنسين والكيجنسين والموفات، الموفينج أفريج 100 أو 200 الأقرب ليها، وعندك الكيجنسين والتنكنسين. يعني دي كده منطقة ممكن يلمسها ويبدأ يكمل هبوط تاني، حتى لو نزل شوية بس هيطلع. دول بيقربوا، عشان بس تبقوا فاهمين، كل ما الأسعار دي بتنزل
كل ما الموفينج افريج والتنكنز والكيجن سن بيقربوا، كل ما يقربوا فرصه كويسه ان لو اتلمسوا نبدا نبيع منهم تاني. انا مش بصت على مؤشرات حاليا، انا بصت على ايه الكيس دي، ايه الكيس دي زي الاويل بالظبط برضه، ان انا شايفه ان الاويل قدامه هبوط الشهر ده، وان الداو جونز والمؤشرات الامريكيه قدامها هبوط عشان قوه الدولار وسياسه التجديد، لكن اوريدي هم اتحركوا كتير، ادخل عليهم منين؟ انسب طرق تدخل عليه مع التصحيح، مش ممكن ما تستخدمش الفيبوناتشي، بس تستخدم التنكنسن والكيشنسن والموف موفينج افريج 100 او 200 الاقرب ليه. يعني لو ال 200 بعيده مش لازم تروح تستنى ال 200 لما يختبر، يبقى ال 100 الاقرب ليه، ممكن تحط ال 50 كمان، ممكن تحط ال 50، لان كل ما الاسعار بتنزل كل ما ده بيبدا يقرب، وانت عايز اقرب حاجه تصحيح وتدخل، على الاقل يبقى السوق صحح، على الاقل يبقى السوق صح، ما تكونش انت داخل في نص الموف الهبطه. ما انت لو دخلت في نص الموف الهبطه وتكون منطقه دخولك غلط، يبقى الموف دي كلها ممكن الاسعار تطلعها تصحيح. تمام، ولكن شايفه ان المؤشرات من الاسباب بصراحه او من الفرص الكويسه المية. الباوند يعني حاجه في السلوك السعري برضه، مش هجيب لك المونثلي والويكلي، بس انت شايف هنا ايه؟ شايفين هنا ايه يا شباب؟ سيبك من الستاندنج برضه، هنا الستاندنج تريانجل تمام، اللي انا بقالي اكتر من شهر بتكلم فيه، القمم اقل تمام ودعم ثابت، بس سيبك من الديستندنج كانك انت مش عارف اصلا مثلث الهبوط، انت شايف ايه قدامك؟ شايف ان انت سايد واي تمام، شايف ان انت سايد واي، يعني عندك دعم وعندك مقاومه، الدعم ثابت لحد دلوقتي، لكن المقاومه اهي، خلينا اهي منطقه اهي، دعم ومقاومه، الاسعار بتروح للدعم تمام جدا، بس كل ما بتطلع بتعمل لي قمم اقل، يعني المشتري مش قادر يطلع الاسعار هنا، البياع عمال يضغط، دي حاجه ضعف في الباوند يعني. الضعف التاني ايه بقى؟ الضعف التاني ايه؟ ان هو وصل لمنطقه الدعم وما بيطلعش، تغيير سلوك سعري تمام، تغيير سلوك سعري زي اليورو بالظبط، زي اللي انا شرحاه في اليورو بالظبط، ان هو يبقى عند دعم وما يطلعش يمشي سايد واي، ده نفس اللي بيحصل على الباوند يعني. مش كمان ده مش فكره ان هو بيعمل قمم سعريه اقل، دي ضعف اصلا. تاني ضعف ان هو راح للدعم وماشي سايد واي، الدعم المفروض اطلع منه، دعم المفروض اطلع منه، الدعم اللي امشي منه سايد واي ابقى متذبذب كده، ده تغيير سلوك. طيب مين سلوكه بيتغير؟ المشتري، يبقى مين اللي موجود في منطقته؟ البياع. فالباوندين من الازواج الكويسه، الباوندين من الازواج الكويسه، هو رخم لكن الزوج ده لما يتحرك هيتحرك بقوه، غير طبعا ان هو كاسر خط اتجاه صاعد على 20 مليون تمام. فبرضه الباوندين من الحاجات المهمه بالنسبه لي. طيب امتى الرؤيه تتغير؟ امتى الرؤيه تتغير؟ اخر قمم بيعملها، اخر قمة عملها ما ينفعش يعديها، اخر قمة عملها في السايد واي ما ينفعش يعديها، دي قاعده في كل السايد واي اللي بيقابلك، اللي بتقابلك في كل الاسباب، ما دام الزوج ده ماشي سايد واي وبيعمل لي قمم سعريه اقل، ما ينفعش يعدي القمه السعريه الاخيره تمام. لو عدى القمه السعريه الاخيره يبقى في مشتري ظهر تاني بعد ما البياع كان مسيطر جوه السايد واي ومستنيه الكسر، لا مشتري ظهر، فهديك دي القمة الأخيرة أهي، عادي هو طلع اختبرها، يبقى دي المنطقة كلها، كل مرة بنقرب، خدوا بالكم، يعني قبل كده كان دي ما يعديش دي، بعد كده ما يعدي، أنا متابعة من إحنا متابعين من بدري جدا، بعد كده ما يعديش دي، بس سلوك السعري واخدين بالكم سلوك السعري عامل إزاي؟ إن المنطقة القمة اللي بيعملها بيطلع يختبرها تاني، القمة اللي بيعملها بيطلع يختبرها تاني، القمة اللي بيعملها بيطلع يختبرها تاني. تمام، يعني عادي هنا، يعني عادي هنا ينزل ويطلع يعمل قمة أقل وينزل ويعمل قمة أقل، وبعدها الستوب بتاعي فين؟
القمة الأخيرة اللي عملها ما يعديش، يعني الستوب بتاعي ممكن يتحرك من هنا لهنا، أو إنه ما ينفعش بعد ما عمل دي يطلع لهنا، ما ينفعش. أنت بتعمل قمة سعرية أقل، ما ينفعش تعمل قمة أعلى. تمام؟ قولولي أسئلتكم. مجنون، الباوند تاني المجنون. تحركاته مجنون بسبب تحركاته كمان، يعني مثلا الشمعتين دول سمعتين 4 ساعات 130 وقت. الباوند دولار، بصوا كنت رسمة ايه وفليرت، وده كنت هتكلم عليه اصلا، ان هو كيكة هيفلير هيفلير. بصوا الباوند دولار ضعيف، بصوا اغلاق الشمعة، شمعة الشهر عاملة ازاي، ما فيش اكتر من كده. برضو مكمل مش احسن زوج لان هو اتحرك كتير. طيب انا كان في هنا ايه، عشان دي برضو حاجه بوريها لكم. انت شايف على الفيرمات الكبيره الزوج ده ضعيف جدا. طب انت لما تبص على هرمونك، معلش، على ال4 ساعات انت منتظر ان انت تجيب كل مستهدفاته، وانت شايف ان على الفيرمات الكبيره في بيع قوي على الزوج ده، مش منطق خالص ان انت تدخل حتى لو بصيت على هرمون. انا بص بقى، لو انا لقيت هرمونك يبقى حاجه كويسه ان انا اتابع الزوج ده، اشوف تصحيحات، اعرف تصحيحات، وادخل في بيع، مش شراء. مش شراء عشان الهرمونك، انت كده عملت سكيب لكل الفيرمات الكبيره وعينك على الفيرمات الصغيره بس اللي هي كتصحيح. يعني هنا لو كان طلع هنا ده تصحيح، لو طلع هنا ده برضه تصحيح، مش تغيير اتجاه. الباوند حاليا خلينا كده نشوف الهرمونيك معانا لحد فين. صحح ل 38، يعني معانا 224 او 261. طب احنا لسه معانا، تمام، 224 و261. المنطقتين دول مع أول ارتداد إيجابي يبقى كده فعل هرمونك، اشتري وما تشتريش، استنى إن هو يصحح ويدخل بيع تاني في الزوج ده. بس أنا مفضلش الباوندر، يعني مفضلش الباوندر، مفضلش الفرص على الباوندر، أفضل الفرص على كورسات الباوند. تمام؟ زي الباوندين ده عايزين تدخلوا عليه، بصوا على الحاجات اللي عاملاه لي اشكال او سايد واي او حاجه، استنى اخده وادخل. ده برضو كانت مين؟ دي برضو كانت هانجنج مان، برضو الشمعة دي كده كانت هانجنج مان قبلها صعود. هنا ممكن يطلع للمنطقة دي تاني، اه ممكن يفضل الهرمونيك بعد ما يفعل النموذج يفضل ماشي سايد واي كده، ممكن، بس ما تشتريش فيه عشان انت لقيت هرمون، تبقى فرصة للتصحيح مش اكتر. الاسترالي هيكون فيه رفع فايدة، تمام، رفع فايدة الأسبوع الجاي، أنت تستغل رفع الفايدة بأي صعود على السوق وتدخل بيها. ليه؟ أنت عندك على الفيرمات الكبيرة الزوج ده قافل سلبي، تمام، على الويكلي يعني بيخرج من منطقة مهمة، بيخرج من منطقة مهمة. المنطقة دي كده، المنطقة دي كان فيها معافرة كتير، شايفين ايه المنطقة دي؟ طبعا مش هقول عليها اسمها ايه، راس كتفين، مش هقول عليها هيدن شولدر، تمام، عشان ده مش اتجاه، هو ده اتجاه، هو ده اتجاه صاعد، تمام، بس لما الفورميشن واكل تلات نص الاتجاه فما بعتبروش ان هو فورميشن، اعتبره ان هو سايد واي، اعتبر سايد واي، وحصل هنا معافره كتير عند الدعم، حاول يطلع وينزل، حاول يطلع وينزل، فده كده برضه ضعف للدعم، ضعف للمنتدى الشرعي، وبدا يقفل علاقات سلبيه. فالاسترالي اي صعود فيه، بس اهم حاجه ما يعديليش دي، ما يعديش ال 71، طول ما هو تحت ال 71 اي صعود فرصه كويسه للبيع. طب انت عندك سايد واي اهو، ممكن يطلع لهنا
يعني دي كده دي منطقة عين، ال 68 70 دي، ال 69 70 برضه، المنطقتين دول مناطق بياعية. ده ممكن يطلع اه، لان انت عندك رفع فايدة الاسبوع الجاي، بس رفع فايدة تأثيره هيكون مؤقت لان مازال الدولار في الصدارة. تمام، ده واخدين بالكم ان ده غالي بيز غالي على الدولار ين. بصوا على المونثلي بيعمل كارثة، بصوا بعد الشمعة البيبر السلبية واللي دخلت، كانت دخلت جوه المنطقة تاني اهي، دي كانت مقاومة وعداها. اهي هجيبها لكم بالظبط، دي المقاومة كان عداها، مقاومة مهمة كان عداها، لكن كل اللي طلعوا نزل وقفل تحتها. دي سلوك ساج على فكرة، بيع قوي، بيع قوي فعلا. فلما الاقي ان الشمعة اللي بعدها فليرت وقفلت بالطريقة دي، يبقى الاكشن الاخير لمين؟ للمشتري. يبقى انت الزوج ده اه طلع كتير، انا ببص على النقط الشرائية. انزل كده على دي على فكرة اسعار قياسية، تمام، دي اسعار قياسية على الدولار ين. دي كده اسعار قياسيه، هتعامل معاها ازاي؟ مع فيبوناتشي، تمام، الاسقاطات بتاعت فيبوناتشي هتعامل معاها ازاي دلوقتي؟ ينفع اشتري من الاسعار دي؟ لا، بس انت شايف ان هو بيعمل ايه؟ رالي، بيز رالي، عملها خلاص وبدا يبقى فيه هو. يبقى دي منطقه شر اهي، على الاربع ساعات دي منطقه شر. ال 139، منطقة ال 139 يعني 100 نقطة من الأسعار دلوقتي. طب لما يوصل ل 139 هدخل، وبعدين هدخل المفروض ان الهدف بتاعك هنا القمة تاني، القمة تاني بتاعت الرالي. بس ممكن تعمل حاجة كويسة، ممكن من القمة للقاعة لما الأسعار تنزل المنطقة دي اعمل اسقاط بفيبوناتشي، عشان طبعا انت بتعمل أسعار قياسية. كمان كمل معاه هنا، كمل معايا لل 141.8، ده بالنسبة للدولار يعني. يبقى الفرص اللي انت شايفها على الفريمات الكبيرة هي ايه؟ المشتري هو اللي مسيطر. تبدأ تنزل على الفريم الأقل، في حاجة تدعم دخولك؟ مفيش حاجة. بص على الفريم الأقل تاني، أول ما تلاقي حاجة تبدأ تدعم دخولك اللي أنت شايفه على الفريم الكبير، اللي أنت شايفه على الفريم الكبير، تبدأ اتعامل. هنا ممكن يبقى في خط اتجاه صاعد، ممكن أهو، تمام كده. دي هعتبرها قمة، سوري، دي هعتبرها قاع واحد مش قاعين، ما دام قريبين من بعض من نفس المنطقة بعتبرها قاع واحد. ده القاع التاني، القاع التالت اللي هي عند مين؟ لما يختبر منطقة الطلب، فدي كمان كده منطقة معاك كويس. طيب الدنيا تبقى واضحة بالنسبة لك ليه؟ الزوج ده من الأزواج فعلا الفرص بتاعته كويسة ليه؟ لأن أنا ما بقولكش اشتري من أسعار دلوقتي، أنا بقول لك انزل اشتري لما يبقى هنا. طب هو لو انت اشتريت هنا وفاير هيعكس عليك ايه؟ هيعكس عليك دي اللي هي البيز، لو نزل كسر البيز، لو نزل كسر البيز وكسر خط الاتجاه الصاعد، يبقى الدولار ين بيغير اتجاهه خالص. يبقى اللي عمله الصعود اللي عمله ده كان فيك، بس انا مستبعده يعني، مستبعده ان هو يكسر اصلا خط الاتجاه الصاعد. بس دي انسب منطقه شراء، دي كده بالنسبة لي أنسب منطقة شراء تاني، اللي هي منطقة ال 139. قولي يا أستاذ، ليه كورسات الباوند ومش الباوند؟ لأن الباوند دولار أصلا ضعيف جدا، فهو متحرك، فأنت هتدخل فين؟ حتى لما بيصحح ما بيقدرش يبقى فيه تصحيح، ما أنت عارف إن هو هبوط وإن هو ضعيف، أنت عايز تدخل بيا، بس هو مش مديك مجال للتصحيح عشان تدخل. ما انت هتدخل ازاي؟ تدخل في نص الموف الهابطه، الستوب بتاعك بعيد، على الاقل تشوف تصحيح ليه والتصحيح بتاعه تبدا تدخل، على الاقل تبقى الدنيا موزونه قدامك.
ازاي افعل رسائل الموبايل على ال ازاي افعل رسائل الموبايل في ال MT4؟ بصراحة ما جربتش، لكن انا بستخدم ستيت ريدر، بس ممكن اشوفها لك استاذ جورج واكتبها لك على التليجرام. فموضوع سهل، هو اصلا بسيط، المفروض ان انا ابقى عارفاه، بس انا بستسهل بقى، انا بستسهل بستخدم ستيت ريدر اصلا. ستيت ريدر بحط اي حاجه بالنسبه لي وتديني اليرت، يجي لي على الميل على طول، على طول يجي لي على الميل. لو انا حاطه مستوى معين لاي حاجه واتضربت، بيجي لي على الميل ان ده خد بالك ان الاليرت اللي انت عامله وصل. تمام، بس هشوفها لك بتاعت الموبايل. حاضر. او بناخد 50% من الارباح عند القمه و50% عند 100 ستارت اب، صح؟ ده صح. الاساسي انت داخل هنا ليه؟ عشان رالي بيز رالي، فكده كده الهدف بتاعك عند رالي تاني، لكن الزوج ده بيعمل اسعار كويسه وفي نفس الوقت الدولار قوي، فممكن تقفل نص ارباحك وتسيبها لل 161، او ممكن تقفل كله وتستنى عند لما يروح اخر الرالي التانية، وممكن ينزل يصحح تاني وتدخل معاه تاني لل 161. تمام. اليو اس 100 ده كان عامل لي اهو 1 2 3 درايف، كان عامل لي 1 2 3 درايف. انا شفت هرمون كتير، بس هرمونك مش مع الاتجاه، هرمونك كتصحيحات، عشان برضو تبقوا فاهمين. هنا صحح لفين؟ 161. بص، هي لو اتظبطت هي عادي اهي 161، يبقى القاع التاني المفروض يبقى فين؟ عند ال 161 برضه. القاع التاني اهو، القاع التاني عند ال 161، والأسعار بدأت ترتد. هل أنا أدخل؟ بالعكس، أنا عايزة حاجة تفعل لي فكرة الصعود، عشان لأن أنا ما اشتريش في المؤشرات، ده اليو اس 100، فمحدش يدخل عشان انت شفت هجونك على الاربع ساعات او على الساعه. عايز تدخل، عايز تريسك، ما تطولش فيه، عايز تدخل ما تطولش فيه. تمام، يبقى ستوبك هنا، تدخل اول يعني ده المستهدف او ده، وما تطولش فيه، لان انت على الفيرمات الكبيره. بصوا، اغلاق سلبي هنا، داون ترند، داون ترند فيور اهو، لما بيطلع يصحح اخر القاع اللي فات وينزل، لما بيطلع يصحح القاع اللي فات، حاول يخترق اختراق كاذب اهي، يدوب وبرضه نزل. يبقى هو هيروح هنا ومفروض يعدي، يمشي بنفس السيكونس اللي مشي بيها. يوم ما يغير هيروح هنا، يبدأ يمشي سايد وي شوية. ده اليو اس 100، يعني الفيرمات الكبيرة فعلا تدعم فعلا البيع. ده تكنيكال، وكمان ماشي معاها تحليل أساسي اللي هو الرفع الفايدة اللي جاي. البيتكوين برضو هنا، ده في حاجة كويسة، الدولار فرانك. الدولار فرانك، بصوا على المصري بيعمل ايه. الزوج ده بصوا، خمعة واتنين وتلاتة. تمام، بس العلاقة الإيجابي ده خلاني كل ده بالنسبة لي كده بقى فيك. العلاقة الإيجابي ده بقى فيك، تغيير سلوك عندي كان بيعمله قبل كده. طيب انت شايف على المصري، طب ليه الشمعة دي ما تنزلش كلها؟ بص على الفيرمات القليلة، الشموع هتبقى مرسومة أكتر. الزوج ده احنا كنا مستنيين إيه فيه؟ كان سايد واي، تمام، وبيعمل لي قمة مسعرية أقل، قمة أقل. دي القمة الأخيرة، اللي ما كانش ينفع يعديها، عداها خلاص. أصلا كل ده مجرد وقت وهيطلع تاني للقمة، ما دام أنت شايف على المنصلي حاجة. لكن الفريم الأقل شوية قال لك ان هو هيعمل حاجه تانية، والفريم الاقل تاني يعمل برضه حاجه اللي انت شايف على الفريم. بصوا يا جماعه، عشان بس تبقوا فاهمين، ده لو المونثلي مديك حاجه
مديك حاجة والديلي والأربع ساعات مدي لك حاجة تانية، تصدق مين؟ تصدق الديلي والأربع ساعات. لو قدامك 3 حاجات، 2 مديك لك حاجة وواحد مديك حاجة، تصدق اللي مديك الحاجتين. تمام؟ دي حاجة في الأسعار. ممكن أنت عشان منصري لسه مش مسمع اللي الأصغر شايفه. الأصغر شايفه كذا حاجة، مش واحد بس، مش واحد قصاد واحد. لو واحد قصاد واحد هتاخد الكبير. لو الويكلي بيقول لك حاجة والديلي بيقول لك حاجة، خليك مع الويكلي. لو المنصري بيقول لك حاجة والويكلي بيقول لك حاجة، خليك مع المنصري. لكن لو المنصري بيقول لك حاجة والويكلي والديلي بيقول لك حاجة، صدق الديلي والويكلي، لأن مجرد وقته هيسمعه للمنصري. دي قاعدة. تمام؟ دي قاعدة ليكم. ماشي. طب بص يا استاذ ماريو، لو حضرتك لو عارفها اكتبها لاستاذ جورج على التليجرام عندي، اعتقد استاذ جورج عندها. تمام. الدولار الين مش بيعمل اسعار قياسيه. بص ال 147 مش موجوده على المنصه، هنا مش موجوده على المنصه، عليك وعلى تريدنج فيو على طول. قبل ما تقرر ان الزوج ده بيعمل سعر قياسي او سعر تاريخي، ادخل على تريدنج فيو. تمام. طيب خلينا هنا شرق. تمام. الزوج ده دلوقتي حاليا بيعمل شرق في البدايه، اصلا هو في البدايه خالص، بس الشرق ده ممكن يقلب لمين؟ عشان الدولار فرانك المفروض ليه صعود لسه، بس الشرق عندنا نموذج القرش بيقلب لحاجه اسمها 0.5، بيقلب لحاجه اسمها 0.5. تمام. وده كان بيعمل رالي بيز رالي، دي كلها ممكن نعتبرها الغالي، ودي البيز ودي الغالي التانية، يبقى دي منطقة طلب. دي حاجة. تمام. وده هنا شرق، ما تستنيش ان هو ينزل يوصل لهنا ويوصل لهنا ومستهدفات الشرق نفسه او الشرق. الزوج ده صح ل 38، وهنا معانا يا اما 88 يا اما ال 113 كتصحيح الضلع الاولاني اهو. التصحيح الدولار الاولاني اللي هو الاكس اي 188 بالظبط، لمس 88 خلاص. تمام، مفيش مشكله. بعد كده الدولار اللي بعد كده اداني 161، هنا السي ممكن تبقى 113 127 161، مع الوقت هتحفظه. تمام. تمام، مع الوقت هتحفظه. المهم ان انت دبليو قاع اقل من قاع ممكن يبقى شرط، فتبص على النسب بتاعته. المهم ان بعد كده النسبة اللي بعد كده اهو 161. بص خده اهي واهي 161 بالظبط. المنطقة دي كده، ده كده شرق اهو، لان فعلا في علاقات سلبية. الشرق اتفعل او، لكن الشرق ممكن يقلب لمين؟ ممكن يقلب لحاجه اسمها 0.5، ما تنساش حاجه زي كده. يبقى الدوك ده هينزل اه، لكن تستناه فين بقى؟ هنا، تستناه هنا عند البيز اللي هي منطقه الطلب. وانت بتستناه عند منطقه الطلب، بص كمان على ال 0.5 دي، اخر حاجه هتكلم فيها عشان برضو ده من الازواج المتابعه اهو. عشان يقلب 0.5 لازم يجي عند ال 50 ويعمل ارتداد ايجابي اهو، ما دام ما خدتش الجسم الشموع هنا يبقى ما خدتش جسم الشموع هنا اهي، اللي هي عند البيز. تمام. يعني الدرج فرانك ممكن نستناه عند المنطقه دي، ممكن ينزل لدي او ممكن ينزل لدي، لكن ما يكسرش البيز بتاعتي وما يكسرش ال 50%، لان هو لو كسر 50% يبقى بيعمل ايه؟ يبقى بيعمل مستهدفات الشرق، يبقى الزوج ده بيحضر لهبوط. لكن في الوضع الحالي انا مستبعداه مع قوه الدولار الامريكي. تبيع من الاسعار دلوقتي وتاخد الريسك والستوب بتاعك يكون هنا عشان في شرق، ممكن، بس تبقى تخرج هنا في بدايه البيز، في بدايه البيز هنا عند ال 97، 100 نقطه، 100 نقطه من الاسعار دلوقتي، 100 نقطة من الأسعار دلوقتي. تمام؟
أعتقد أنا كده غطيت أساليب كتير في التريدينج، مع الفرص إزاي تشتغل عليها، وإزاي تبصوا على الفيرمات الكبيرة والصغيرة مع بعض وتعملوا بالانس ما بينهم عشان تعرفوا تشتغلوا كده. حد عنده سؤال؟ قولوا لي حد عنده سؤال. أنا هتأكد كده السيشن الجاية. ايه ماركتس السيشن الجاية؟ أعتقد الفجوات السعرية، الفجوات السعرية أستاذ هشام طلبتها مني. هي وأنا شايفة إن هي مهمة وأنا مش شرحتهاش قبل كده. الفجوات السعرية مهمة بأنواعها كلها، لأن إحنا عندنا حوالي 5 أنواع، تمام؟ كل واحدة ليها شكلها وخصائصها بتقدر تتعامل معاها إزاي. مش أي جاب بشوفها، مش أي فجوة سعرية بشوفها يبقى هي فجوة وخلاص، لا، بيكون ليها اسم على حسب مكانها فين وتقدر تستفيد منها ازاي. فالسيشن الجاية الخميس الجمعة الجاية الساعة 7 بتوقيت القاهرة هيكون عندنا الفجوات السعرية، تمام يا شباب؟ تمام، أشوفكم على خير الجمعة. ولو حد عنده سؤال اكتبوا لي على التليجرام. وأستاذ مروي بعد إذنك هستأذنك بس تكتب لأستاذ جورج على التليجرام موضوع النوتيفيكيشن دي، تمام؟ شكرا لكم يا شباب.